يعني اولا مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين جميعا. ويمكن خلينا اقول ان ال 100 يوم دول هو 100 يوم من التوتر والازمات والصراعات. التوتر والازمات والصراع 100 يوم، يعني ممكن يبقى ده المانشيت 100 يوم من التوتر والازمات والصراع في البرلمان المصري. ان ال 100 يوم دول شهدوا يعني خروج 3 اعضاء من المجلس، اولهما بالاستقاله والثاني بالاسقاط والثالث يعني حاجه الهيه اللي هو سامع سيف اليزن. ونقف عند الاستقاله والاسقاط، وديت ما حصلتش في اي برلمان قبل كده في ال 100 يوم الاولى منه، وبالتالي ده من نوع من انواع التوتر البرلماني اللي حدث في هذا البرلمان، واللي شفنا احد مشاهده اليوم مع الدكتور سمير غطاس، وان كانت المواقف مختلفه. ولكن خلينا نقول ان هذا البرلمان جاء في ظروف مختلفه، وجاء في ظل نواب كثيرين جدد، يعني حداثه العمل البرلماني، يتعرضون لضغوط شديده من دوائرهم، والحكومه ليس في يدها ما تقدمه لها، فهذا يرفع نسبه التوتر تحت القبه ما نراه اليوم. الامر الثاني